بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع اليوم حيكون عن باتش كاميرا ريندر 1.16. كاميرا ريندر باتش عبارة عن ريندر لكل كاميراتك في مشروعك، خارجي داخلي، ممكن يكون داخلي بإضاءات مختلفة، ممكن يكون خارجي بريزوليوشن مختلف، كله حيكون بكبسة واحدة، منظم تنظيم واحد. حنعرف كيف نعمل الكونفيجريشن مع بعض، لكن بداية في لي رجاء بتمنى تحضروا الفيديو من اليوتيوب، ما يكون معمول له داونلود لانه صدقا بضرني. انا بحب ازيد عدد مشاهدات قناتي اللي اصلا تكبر فيكم، فبتمنى تحققوا لي هالرجاء. صليتوا على رسول الله. ننتقل الان لمشهد خفيف وبسيط عشان يعبر عن الموضوع، نسقطوا عن الموضوع كامل. يعني ما حبيت ان اختار سين معقده ابلش اشتغل فيها، لا، حتكون سين بسيطه. حددت لها بدايه بثلاث كاميرات، اعتقد كافي وبعطي الفكره ان شاء الله كامله. عند بدء تشغيل هذا السكريبت بالضغط عليه مباشرة بظهر عندي قائمة تأخذ كل كاميراتك مرة واحدة، يعني يتم تسجيل الكاميرات مرة واحدة. لكن بحب أذكركم أنه كل كاميرا يفضل نسجلها باسمها، يعني مثلا الكاميرا الأولى حيكون اسمها كام 1، وأنا حددت له بالاسم اللي هي الريزوليوشن، حرندرها بريزوليوشن 1920 ب 1080. الكاميرا الثانية حددت لها أنها تكون 1500 ب 1500، والكاميرا الأخيرة حتكون قياسها 1000 ب 1000 ريزوليوشن. أمامها حطيت مصدر إضاءة وسميته لايت 1، لايت 2، هون لايت 3. وكتبت بالأمام كاميرا 1 وهي الريزوليوشن تبعها، واللايت أون اللي هو 1، وباقي اللايتس أوف ما بدي إياهم يكونوا شغالين. والكاميرا الثانية تباعاً تباعاً. الآن بداية من السكريبت شو ممكن يطلع معي؟ أول شيء بهمني من القائمة الأولى إني أروح على ست بريفيو. أنا الآن بكاميرا رقم 1. حروح على كاميرا 2 واعطيها ست بريفيو، الان كاميرا 2، كاميرا 3 ست بريفيو، فبعطيك بالضبط وين مكانك بالكاميرات. ممكن اعمل كمان سيلكت اول لكل الكاميرات او ان تشيك اول. بدايه خلينا نروح على الاوبشنز ونفهمهم واحد واحد. بس نصيحه بالبدايه، انا لاحظت انه الامور شوي صعبه، لكن بكل امانه وصراحه انتم بتستاهلوا الصعب، والصعب للناس المميزين امثالكم. فاذا كان في تحدي عندكم حتحسوا حالكم ارتحتوا ودعتوا لدعوة خير. إذا حسيت أمور معقدة صدقا حتكون حياة صعبة عليكم، خاصة موضوع الرندر، ما يتعلق بالرندر والعلاج للرندر. فبتمنى يعني تقبلوا هالتحدي وتحاولوا تفهموها. أول مشروع حتعملوا عليها حيكون شوي مش بيرفكت، الثاني بوعدكم يكون 100% إن شاء الله. والله الأمور سهلة وبسيطة، بس بدها شوية جهد وهمة عالية. الأوبشن الأول ما يتعلق بالديستريبيوتد ريندرينج. إذا أنا عندي أكثر من كمبيوتر وحاب رندر على نتورك سيرش، بحط الاي دي، أو هو بعمل أوتوماتيك سيرش، أوتوماتيك سيرش للاي بي أدريسز، وباخذ البورت وبعطي كل جهاز الجوب تبعه. هذا هي القائمة الأولى مخصصة لهذا العمل بشكل عام، وهي مش موضوعنا اليوم لأن أنا عندي جهاز واحد مش متشبك على باقي الأجهزة. الأوبشن الثاني اللي هو حجم السايز، اللي هو حجم الصور، بختار الكاميرا الأولى بحكي أنا محتاج إنها تكون 1920 ب 1080 this one. الآن حاعطيه عشان تنكتب عندي هون، حاعطيه ست. لما أعطيه ست خلاص ثبتت عندي. الآن حروح على الكاميرا الثانية وأعطيها الحجم 1500 ب 1500. حاختار 1000 بس بشيل اللوك عشان الأسبكت ريشيو ما يكون مؤثر على الموضوع، بلغي اللوك، بعطيها 1500 في 1500 وأعطيها لوك، وأعطيها عشان تثبت عندي هون ست. الكاميرا الثالث حيكون قياسها 1000 ب 1000، حلق اللوك واعطيها 1000 في 1000 ريزوليوشن. ممكن اعطيها لوك، ممكن اعطيها 6 للتاكيد. فتم تحديد كل كاميرا كم الحجم تبعها للاوتبوت النهائي. الفريمز انديفايند، هلا بنتكلم عن الفريمز بشكل عام. فحختار الفريمز، نطفي الاوبشنز اوتبوت واتكلم عن الفريمز. الكاميرا هي شو حتصور؟ اي فريم من الفريمز اللي بالاسفل عندي هون حتصور فريم الديفولت اللي هو 0، بعطيه 6، بس اعطيه 6 للكاميرا الاولى ثبت لي على 0. ممكن يكون في عندي ريندر انيميشن، يعني الكاميرا الاولى حترندر اكثر من فريم، من الى بحدد رينج، من الى من 0 ل 100 مثلا، 100 فريم بدي ارندرهم للكاميرا الثانيه. محتاج ارندر كل صوره ولا كل 10 صور مع بعض؟ يعني انت لك الحريه في الحفظ. الرينج للانيميشن، الفريمز انا بدي اكثر من شوت، يعني بدي الصوره رقم 1.2.20.100، يعني ممكن احدد اكثر من رينج. انيميشن رينج ممكن الكاميرا الاولى تتحرك معي من الى
من 10 ل 500 مثلا، من 600 ل 700 مثلا، عباره عن رينج للانيميشن. نحدد الكاميرا الثانيه نعطيها 6 كرنت، كلهم على زيرو مش حيكونوا مختلفين. هاي قائمه الفريم رينج اللي بحدد فيها الفريم. القائمه الاوتبوت رندر، وهاي كثير كثير مهم، ركز مع بعض. من قائمه فايل ممكن احدد وين اللوكيشن للمكان اللي عندي، ممكن اعطيه كرييت نيو وسميه تيست رندر. هذا حيكون الفايل الخاص في الرندر، اوكي؟ داخله ايش حيكون؟ مثلا 0.png، انا بحب اسيفهم png لملفاتي الصور عشان تكون فيها ترانسبيرنت وفيها الفا. سيف. يس. الان تم حفظه، لكن في عندي مشكله صغيره حتكون انه كل كاميرا بدي اسيفها بالطريقه نفسها. فانا بختار الثلاثه واعطيهم فايل نيم. فايل نيم يعني ايش؟ يعني انا ممكن اختار فايل لكل صوره، لكل كاميرا تسيف باسمها. الكاميرا الاولى تسيف باسمها دوت بي ان جي، والثانيه والثالثه. ومحتاج سينتاكس، يعني عباره عن كود صغير. فلو اخذنا الكودز الموجودين هون، ممكن انا اختار بالسين باث، ممكن اختار بالبروجكت نيم، وانا بحسيت انه ابسط واحد فيهم اللي هو اول واحد كاميرا نيم. بس سابقها علامه برسنتج بالبدايه وبالنهايه عشان يحدد هذا الكود لكل الكاميرات. فبنختار كاميرا نيم، نعطي اوكي، هعمل اعطي برسنتج. بدون فراغات، كاميرا نيم بدون فراغات، واعطي كمان شيفت مع 5، اعطيها دوت بي ان جي، تمام؟ فبدي اياهم يكونوا بالطريقه، حروح على فايلز، اسف لازم رحت على فايلز اول، وحددت له 0.png بداية، لازم ياخذ الفولدر اول شيء الباث، بعدها اعطيه هون هذا الامر كاميرا بدون ما يكون فيهم فراغات، كاميرا نيم، واختار برسنتج دوت بي ان جي. لاحظوا الان حيختلف الاسم، بعد اعطيه انتر حيكون كله، كل واحد له اسمه الخاص، كل واحد له اسمه الخاص. معطيني فيريس، يعني انه كل كاميرا لها اسم مختلف. فالكاميرا الاولى بتلاحظوا انه اسم الكاميرا كاميرا 1 1920 ب 1080 بي ان جي. الكاميرا الثانيه كاميرا 2 1500 بي ان جي، والثالثه نفس الشيء. فلما اشوف الثلاثه مع بعض يطلع لنا هذا الاوبشن فيريس، يعني انه كل واحدة لها اسم مختلف، which is good. تمام. الان شيء كثير مهم، انا عندي اليمنتس، فلازم يكون عندي في الرندر اليمنتس. مثلا لو رحت على سيتنج، وانا لتسي انه انا في الفيري، طبعا هذا السكريبت بيشتغل على اي رندر مو شرط فيري، بيهمني بالرندر اليمنتس اني اختار بعض الاوبشنز، مثل اشياء كثير مهمه زي الاي او الامبيانت اكلوجن، زي الدينويزر، زي الفيري ريفليكشن وريفراكشن، هذول كثير مهمين. ريفليكشن وريفراكشن بالاسفل ذس وان، وكمان الاي دي رندر اي دي، هذول الخمسه اجباري لازم اخذهم في اي بوست برودكشن. واللي ما بعرف شو يعني بوست برودكشن بالفوتوشوب، باعلى الفيديو هون حنلاحظ انه في ديسكربشن للفيديو انا عامله، ممكن نحضره يعبر عن الموضوع بوست برودكشن على برنامج الفوتوشوب. انا محتاج هذول يطلع في الرندر معي، فبفعل انيبل وانا ماسك الثري كاميرز الثلاثه مع بعض، اعطيهم انيبل للاوتبوت. طيب وين حيسيب لي اياهم الاوتبوت؟ حاعطيهم كمان مكان للسيف، حاعطي الان داخل الفولدر اسمه تيست رندر، حنعمل نيو فولدر ونسميه مثلا element. اي elements بشكل عام، وافتح دبل كليك داخلها واعطي اوبن يوز ذيس فولدر. الامور تمام بالنسبه للاوتبوت رندر. الان ندخل في الفيري سيتنج، يعني بخصص السكريبت هذا للفيري شيء مميز بس بهاي القائمه، وباقي الرندر انجز ما لهم هذا الاوبشن، which is animation. اذا في عندك animation في الفيري، احنا بنعرف الانيميشن في الفيري لازم اسيف الايريدنس ماب على الهارد ديسك عشان اقراها ليتر، فممكن اسيف على مكان معين في الهارد ديسك وارد اقراه مره ثانيه بالنسبه للايريدنس ماب. بالنسبه لللايت كاش كمان حسيف وحقرا مره ثانيه اللايت كاش. فهذول لتسريع عمليه الريندرنج للانيميشن خصيصا، واحنا موضوعنا حيكون ستيل ما في انيميشن. القائمه اللي بعدها سين ستيت. سين ستيت اني انا اختار اكثر من 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 ستيت لمشهد، بحيث انه يكون كل ستيت بيحتوي على مثلا يكون عندي فيرنيتشر مختلف او لون فيرنيتشر مختلف او مود معين مختلف. اللي حاب يعرف اكثر عن السين ستيت، في اعلى الشاشه في عندي ديسكريبشن
للسين ستيت بيوضح هاي العملية بفيديو مستقل. الآن السكريبت بشكل عام، السكريبت هو تحت لسه التطوير، هو أنا ممكن أضيف سكريبت معين لعملية الريندرينج مرتبط في كاميرا معينة، وهذا مش موجود عندي حاليا. Light Assignment هذا كثير مهم نركز فيه رجاء، بيحتوي على 3 sections. السكشن الأول Solo Lights، يعني اللايت اللي هحطه هون حيكون مضاء في كل الكاميرات، سولو يعني ثابت إضاءته زي الصن مثلا، ممكن نحطه في هاي القائمة. لايت أنا ما بقدر اختار الثلاث الآن، بدي لايت يكون اوف، يكون اون بداية فورست، يعني لو حتى كان مطفي المشهد حيجبره يشتغل معي هون. حاطي اد، حروح بس على اللايتس واختار اللايت الأول حيكون اون، نعطي اوكي سيلكت، فاللايت الأول شغال واللايت الثانيين حيكونوا مطفيين اللي هم 2 و3، ما بدي اياهم يشتغلوا في هاي في هذا المشهد. نوع من التخفيف على الجهاز اثناء عمليه الريندرينج هذا للاول. الكاميرا الثانيه حختار اد واختار اللايت رقم 2 يكون اون، وحختار اللايت 1 و3 يكونوا اوف بهالطريقه. الكاميرا الثالثه الامور بسيطه جدا، بس شويه جهد وحتكونوا مرتاحين باذن الله. الان الثالثه حتكون اون لوحدها وحتكون اوف معها اللي هو 1 و 2 وهيك انتهينا. لكن في عنا about، اذا حاب تعرف اكثر عن الابلكيشن، اذا حاب تتواصل او تعمل تبعث ايميل لصاحب الابلكيشن او تعمل تدخل على الويب سايت تبعه وتشوف شو ممكن يقدم من باقي بلاجنز، يعني يعطيه الف عافيه والله يخلف عليه ويجزيه كل خير عنا، لانه يكفي انه عامله فور فري، فور فري للكل، فهذا ان شاء الله انه في صحيفه اعماله. الان نروح على اول كاميرا نعطيه رندر مباشرة، بس قبل أنا لسه ما حددت الريزوليوشن بالكاميرا، حددتها هون الريزوليوشن، فما نغلب حالنا، نعمل رندر مباشرة. هيفتح القائمة الأولى ويبلش يصور أو يعمل رندر بالريزوليوشن اللي أنا حددته اللي هو أول واحد 1920x1080. بس في عندي مشكلة اللي أنا ما حددت الوقت، سوري كانسل، عندي 3 كاميرات حامل 3 كانسلز، هاي نقطة أنا نسيتها بعتذر منكم، إنه ما حددت بالضبط السيتنج تبع الريندر، يعني حياخذ وقت طويل، لانه الديفولت تشويس اصلا في الفي ري 24 الماكسيمم، فانا بدي اختار من بروجريسيف اختار باكيت، وهختار انه يكون بدل 24 4 كافي، 0.001 النويز ثري شوت. بيلزمني الان بس اني اروح على الريندر واعطيه انه يكون دينوزر مفعل تمام الامور، جي اي بروت فورس افضل واحد فيهم، الان امور تمام، حعمل ريندر من هون اموري تمام. بحكي لي انه انا صرت مسيب لك، اعمل اوفر رايد اعدل عليهم، يس ما في مشكله. فهي الصوره الاولى اخذ لي اياها بريزوليوشن، ولاحظوا اللمبه الوحيده اللي شغاله هون اللي هم مطفيين، وهذا شيء كثير مهم، ما بتتخيلوا قديش حيوفر عليك جهد وطاقه. هي بس مساله صبر انه نعرف كيف نتعامل مع السكريبت. بكل امانه الموضوع سهل جدا وبسيط، بده بس شويه هيك وقت فراغ تكون فاضي فيه وتتابعه بشكل أو بآخر. الآن بسيف الرو، بكتب الأوتبوت، الآن حينتقل للكاميرا الثانية بعد ما يخلص، هاي انتقل للكاميرا الثانية، شغل الضوء تبعها وطفى اللي على اليمين واللي على الشمال، وهي كاميرا 2. والآن انتقل لكاميرا 3 بريزوليوشن 1000x1000 حسب ما حددت له سابقا بالريزوليوشن، وحيضوي الضوء تبعه ويطفي باقي الاضواء. يعني انا السين اللي قدمتها بسيطه جدا مش معقده، بس عشان نفهم الموضوع بكل امانه حاولت اني ابسطه بقدر استطاعتي، وان شاء الله اني اكون افلحت في ذلك. تمام، الان نشوف الاوتبوت اللي جهزنا اياه من الفولدر، نسحب الفايل. الان لاحظوا انه اعطاني 3 كاميرات مسيفين كل واحد بقياس مختلف، وكل واحد اضاءته له، وفي عندنا فولدر اسمه Elements في كل الاشكال اللي حطيتها بالرندر Elements اخر شيء، فبتمنى انه يكون مفيد لكم، وصدقا هو مفيد، لكن نعطيه اهميه بنعطيه وقت ونعطيه شويه جهد. مثال مثالين حتكون امور بيرفكت ان شاء الله وسهله. بدايه هاي السكريبت حيكون ان شاء الله في اسفل الفيديو في الديسكربشن للداونلود، هو فري، فبنسحبه بهالطريقه هاي على الماكس فيرجن. دن هيك خلصنا. حروح على رايت كليك اختار كاستومايز،
لاني نزلته مرتين اعطاني هاي المسج ما في مشكله، بس احنا نعمل دراج على على شاشه الفيو بورت مباشره، هيك حيشتغل معنا مباشره. حروح على كاستمايز واختار من كاستمايز يوزر انترفيس سيرجو بيكوسيان، اعتقد اسم الشخص اللي عمله، جزاه الله كل خير وان شاء الله انه في صحيفه اعماله. حسحب الدراج، حسحب القطعه واسميها باسمها الحقيقي. يفضل ليه؟ لما تعطي رايت كليك في المنطقه اللي هون حتكتشف انه كل فيرجن كل اليمنتس او سكريبت عندك يكون له اسم، فلما تحطوا رقم 1 2 3 او شيء مستعجل تحطوا ام 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 مثلا ما بعطيك فكره بالضبط ايش هو المطلوب. فيفضل لما تضغط تشغله او تطفيه من القائمه اللي هون يكون اسمه الحقيقي موجود. فنعطيه نيو، وانا بقائمه تول بار نعطيه نيو وسميه باتش كاميرا. اوكي، ممكن يكون 2 عشان عندي واحد انا. اوكي، ودراج عليها مباشره ونحطه دكت بالمنطقه العلويه. ذاتس ات. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ودعوه خير، الله يجزيكم كل خير، وبوعدكم ان شاء الله كل ما هو مميز وجديد حيكون بين ايديكم. السلام عليكم جميعا.